بسيطة طيب جدا ازاي يعني. يتصرف الاهل لو حسوا ان ابنهم خايف او قلقان او محبط من مثلا المدرسة، من المدرسة بتاعته او كده؟ ازاي المفروض يعني التصرف السليم في الحتة دي؟ التصرف السليم ان انا الجا للمتخصص، يعني اعرف مشكله ابني جايه منين، لان انا كولي امر مش متخصص. انا مش يعني نفترض ان ابني متعسر. انا احكي لحضرتك يعني قصه. كان في احدى اولياء الامور بتشتكي ان بنتها في ماده الساينس، انت عارف العلوم بتدرس باللغه الانجليزيه في المدارس دلوقتي، في المدارس اللي هي الخاصه وكده يعني. فبتقول للبنت متعسره، يعني في عندها مشكله. فهي بتسالني يعني، يعني كراجل في التربيه والتعليم واستاذ في الجامعه وكده. فقلت لها طب انا هقعد معاها اشوف بس المشكله جايه منين، يعني اشخص بس الحاله بالظبط ايه. فلو وجدت ان البنت عندها مشكله مش في الساينس، المشكله عندها في اللغه، اللي هي لغتها مش قويه. اللغه الانجليزيه تقيله عليها مثلا، حتى لدرجه ان قالت لي ده المدرسه عايزه تعرضها على اخصائي النفسي، هتدخلها في دايليما في متاهه ممكن تجيب نتيجه عكسيه. هي مش كده، هي مش كده تانية خالص يعني. فهي مهم قوي ذكاء الام انها تبقى عارفه بنتها او ابنها مشكلته فين. مش مساله ان انا ما انا لقيته متعسر. الاطفال المتعسرين دول لهم في بيبقى اكتر من سبب. يعني لازم انا كولي امر ابقى يعني المساله دي واضحه بالنسبه لي قوي، وكون مركز فيها، لان لو دخلت ابني في سكه غلط هتعمل لي نتيجه عكسيه مع الوقت. لازم يكون في تواصل مع اداره المدرسه، ودي مساله مهمه برضو. ما بقول لحضرتك التربيه مشاركه بين المدرسه وبين بين ولي الامر، الاثنين مشتركين فيها. يعني انا كولي امر انا مش منوط ان انا اشخص الحاله، بس على الاقل ما فيها ابقى متتبع الاعراض، عشان لما اجي اعرض المساله دي على اداره المدرسه، على ممكن تكون المساله نفسيه، ممكن تكون مساله حاجه اجتماعيه يعني. يعني وده بقى الدور بتاع الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي اللي موجود في المدرسه. في حاجه معينه مأثره عليه في المدرسه مثلا، انا ممكن تلميذ اقعد معاه اذاكر له انا كولي امر بقى متعصب وخايف عليه ويعني متشدد معاه، قرصت عليه وشخطت فيه، ممكن حاجه مش عارف يستوعبها، يعني هو قدراته خلاص وقفت على كده ومش هيقدر يستوعبها اكتر على مش فكرة. هيجيبها لو شخطت فيه او ضغطت عليه نفسيا، خلاص هو اتعقب الماده دي بالزبط. يعني كتير من التلاميذ وحتى ناس بقى كبار دلوقتي يقول لك انا مدرس الفلاني عقدني في حياتي. ليه؟ لانه هو ما فهمنيش كويس. يعني انا ممكن تكون قدراتي، انا قدراتي علميه، انا مش قدراتي ادبيه، فعمال تحفظني في الشعر مش عارف احفظه، ما عنديش القدره ديت، ما بعرفش احفظ. فاجي بقى احبطه؟ لا، هو فدي مساله قدرات بيتكلم فيها. ان كل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله قدرات وامكانيات معينه، والا كلنا بقينا زي بعض، ما ينفعش.